هذا البرنامج برعاية وينو؟ عرق وينو؟ اولا نحن الان في اين نذهب الى مطار الشارقه نريد ان نذهب الى الصين بالطياره واضح ركزوا معي هذه الارض اذا قلتم انها تدور اذا خرجنا من مطار الشارقه برحله دوليه الى الصين الارض تدور صح طيب لو وقفت الطائره في السماء اليست الصين تاتي صح ولا لا تدور تاتي الصين ولا ما تاتي طيب لو كانت الشمس الارض تدور هكذا لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين لأن الصين تدور وأنت تدور ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور فكيف تصل إلى الصين؟ ألو سعادة للسفر والسياحة؟ يا زلمة وين هالصين؟ أنا في الشونة فكعت لي 3 ساعات أي ساعة بتصال؟ بحياتك رن عليها رن عليها كلها تيجي بستنك زكت دقيقتين وبتصال؟ طيب يا حبيبي حبيب القلب سلامات هاي هاي شو وين؟ بريطانيا بريطانيا؟ قبل 5 دقائق مركات شرفك والله العظيم ملكتش حدا ضلت طالعة خزيني تأخرت عاد سألتني في حدا قلت لها لا يالي عاد دقيقين في الموعد وأنا على الموعد اخ راحت عليك خسارة شو أسوي؟ لا أوروبا بتلف بس العالم العربي بلف أستنى؟ استني هلكت وتيجي بالك بمرك إشي غير بجوز إذا بركت هولندا بطلع في هولندا بتطلع هولندا بتسلكي لك ومن هولندا باخد بريطانيا يلا إيه؟ هي وصلت الصين اه والله يلا بخاطرك انا بدي اطلع مع السلامة بدي اطلع يلا الو انا هني في الصين لا مش رايح اجيب بضاعة بس كنت زمرتري لا اذا بيعملوا لي مسجات يا ابوي مصغر عيون الصينية والسمك موقف في اظافرك يعني في اظافرك استنى بريطانيا ازنخهم لبريطان على الموعد بيجوا يا اقرا كلمتين قبل ما تيجي اي اشي بيجي رح اخده هطلعي وين على الاردن شو اسوي في الاردن انا رايح على بريطانيا بستنى في بريطانيا اطلع بقول لك بناخذك على الكرك ها الشكفه اللحم اطلعي لا 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 بريطانيا هيها جاي ثواني بتكون هون بناخذك على مهرجان جرش يا سعد الصغير جاي اطلعي لا خلص روحي انا بدي اروح على بريطانيا خذك على الزرقاء تشمي الهواء خلص روحي انا بدي اروح على بريطانيا اطلع بقول لك بطلت اسافر هو على خاطرك الاردن انت لحقي بطلت اسافر اطلع بقول لك اطلع بقول لك فلسطين اخر راكب اخر راكب فلسطين شكرا اطلع شكرا حبيبي شكرا اطلع ابن اختك على الارض المقدس اطلع شكرا اختك على غزه والله لا تكيف اطلع شكرا تعال يا زلمه تعال شم التراب الارض المقدسه الله يخليك شكرا تاخذ شويه تراب وتروح اطلع مش طريقي والله حبيبي شكرا اطلع يا زلمه الله لا تكيف اطلع حبيبي شكرا شكرا حبيبي شكرا وعلى خاطرك ولا اطلع يا اخي بديش اطلع بخلعك من لتوف هالكيتي ايه بطخك مجنون انت يا اخي بديش اطلع اطلع فلسطين بديش اروح غادي ولا خلص طب الحجاره إيه؟ والله لا ابلش فيك دبش اطلع عن اللي رفضك ولا طب الحجاره انا اطلع فلسطين تعال انا على ابوك يا اهل
هو أخينا صلاح مرة أخرى. أخبرهم أخي صلاح عن تجاربك السابقة. أخبرهم. كان هذا الزنديق يحتسي الخمر ويشرب المخدرات والجوكر والحشيش. أخبرهم أخبرهم أخي صلاح، أخبرهم عن تجاربك أخي صلاح. أخبرهم أخبرهم يا أخي، أخبرهم أخبرهم عندما كنت تتعاطى الاستكسي إكستازي إكستازي والتريب. أخبرهم يا أخي، أخبرهم عن عندما كنت تنقطع وتشم الآجو. إيش هي وراح يا سيدنا الشيخ؟ خلاص أنت كل جلسة بتجيب الشباب أخبرهم يا صلاح. خلاص إيش وراح؟ هذا الزنديق كان عندما ينقطع يشتم الآجو. ما عمري شميت الآجو، بألف من عنده. هلا دشرت كل شيء كل هالأثام ودقيت في الآجو يا أخي. أخبرهم عن غرامياتك يا أخي صلاح، أخبرهم عن غرامياتك. كان هذا لم يترك فتاته من شره، كان يعود إلى البيت سكران، بدل ما يفتح باب الدار يفتح باب الثلاجة يقول إيه منين هذا الضوضاوي. أخبرهم بذلك، أخبرهم يا زلمة. خلص لك سنة بتحكي في القصة يا أخي. أخبرهم، أنت مثال جيد يحتذى به. أخبرهم أخبرهم من أين كنت تأتي بالجوكر. أخبرهم يا أخي أخبرهم، هذا جديد لنش في المسجد. أخبره في الجمعة. أخبرهم بدروح. خلص شو تروح؟ أخبرهم صلاح ولك. أخبرهم 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 ولك. أخبرهم 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 بذلك، عسى أن تتعظوا من قصص صلاح. في ليرة ضايعة مني شفتوها شباب. أخبرهم ولك. أخبرهم أخبرهم. كان عندما يعود إلى البيت سكران، كان بدلا من أن يفتح باب البيت يفتح باب الثلاجة ويقول شو الضوء؟ ليش الضوء ضاوي؟ ها هو صلاح. تعال يا صلاح، تعال. ايش سيدنا الشيخ؟ في شيء؟ اخبرهم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اخبرهم يا رجل، انت مش لاقي حدا غيري تستلمه يا رجل، ارحمنا يا زلمه. اخبرهم عن حياتك السابقه يا اخي صلاح. اخبرهم اخبرهم عندما كنت تحتسي الخمر. لا اله يا اخي، بلاش الخمر، عندما كنت تشرب الحشيش والمرجوانه. اخبرهم. بدي اخبرهم أنا يا جماعة الخير. بدي أقول لكم شغلة، أنا كنت أكبر سكرجي في الوطن، وأتعاطى جوكر وشم إكستازي ومش مخلي بنت من شري، ومسطور وما حدا داري عني ولا حدا بدري. من يوم ما تبت والله هداني وهالهلس فضحني، من شارع لشارع، من واد لواد، من دكانة لدكانة. أقول لك شغلة، أقسم بالله العظيم نرجع زي أول زهر لأجلك يا زلمة. ارحمنا ارحمنا يا زلمة، أنت مش لاقي غير تسلمني يا زلمة. حرام عليك، فضحتني، سمعت زي القنطرة صارت في البيت. لا أجلك والله، لا هاجر عمليسيا والله، لا هاجر، أقسم بالله يا زلمة فضحني. شباب بنشوفكم على صلاة الظهر إن شاء الله. ويلكم تو ماليزيا صلاح، مرحبا بك. مرحبا بك، أنا كثير مبسوط في ماليزيا، يعني حاس إنها كمان بلدي وأنتوا أشقاء طيبين. أهلين 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 حبيب، أهلين، أهلا وسهلا. أخبرهم صلاح، كيف كنت ترجع إلى البيت سكرانا وتحشش وتفعل هذه المنكرات؟ أخبرهم صلاح. أنتوا مستوطين حيطي؟ أنا وين ما أروح داريني في نفس القصة، حشاش وسكرجي بتاع نسوان. أنا شو اللي شايفيني يا أمير؟ أنت مستطيع حيطي؟ أنت مش أنت بجماعة أخبرهم يا صلاح؟ يا زلمة أخلي، أنت مستطيع حيطي يا أمال؟ والله نرجع أسكر زي أول، والله نرجع أحشش، أخلع جوكر كلك، والله نحط الآكل بمناخيري. أنت مش حقيقي يا صلاح؟ أنت مستطيع حيطي صلاح؟ وين ما نحن عرضكم؟ والله نرجع أحط الجوكر في عيني، والله لا خلص على نص حمام وانا امسح جوكر وزي. انت مسكيك الصلاه، انت مسكيك الصلاه. اخبرهم يا صلاح، يجعلك الاخبار، انت مسكيك الصلاح يا بني رمل، مسكيك الصلاه. اخبرهم يا صلاح.